بسم الله الرحمن الرحيم. ظواهر متعددة تحدث لبعض أصناف النخيل ذات حامل العذق الطويل. من أهم هذه الظواهر التواء وكسر حوامل العذوق، حيث تحدث في مرحلة البسر أو مرحلة التمر. أسبابها متعددة، سنذكر بعضا منها على سبيل المثال: خلل في التشريح الداخلي لأنسجة الحامل، يشمل على وجود فجوات داخلية أو شق في الأنسجة الداخلية يؤدي إلى كسر ميكانيكي، بالإضافة إلى أن زيادة وزن وحجم الثمار مع هبوب الرياح وخطأ في عملية التقويس، أو أن السعف التي تحمل العذق جافة أو مريضة تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة. كما أن الري الغزير والتقليم الجائر للسعف يساهم في التواء وكسر حامل العذوق، ويتضح الأثر السيء لهذه الظاهرة عندما تتكرمش ثمار العذوق أو العذق ثم تجف، وهذا يعرض الثمار للعديد من الإصابات الحشرية والفطرية وبالتالي خسارة المحصول. لذلك فإن عملية التقليم والخف بالطرق الصحيحة تحمي أشجار النخيل من انكسار عذوقها. نقطة أخيرة، قد تحدث هذه الظاهرة في الفسائل الصغيرة المثمرة ذات حامل العذق الطويل. يمكن التغلب على هذه الظاهرة بوضع السنادات لرفع العذوق وعدم تعرضها للضرر.